فيديو بقى هنتكلم على الديزيز اوف ذا بلوره. اول ديزيز في البلوره اللي هو انفلاميشن في البلوره، معناها حاجه اسمها السيرو فايبرنس بلوريزي او الفايبرنس بلوريزي. مفيش حاجه اسمها بلورايتس، التهاب في البلوره اسمه بلوريزي او سيرو فايبرنس بلوريزي. الاتيولوجي، لو جينا نقول الاتيولوجي، اي حاجه ممكن تعمل بلوريزي، اي حاجه تزعل اللنج تزعل البلورة فتعمل بلورز. يعني ايه؟ مثلا اول حاجة بكتيريا انفكشن، اي بكتيريا تزعل اللنج تعمل فيها انفكشن، زي ما شفنا في النمونيا، لوبلر نمونيا ولوبيولر نمونيا، لنج ابسس، اي حاجة من الحاجات دي ممكن تعمل سيرو فايبرنس بلورز. تاني حاجة فيرال انفكشن، وظهر لنا الكلام ده برضو في الفيرال نمونيا برضو الكلام ده. تالت حاجة اليوريميا، يوريميا معناها كرونيك رينال فيلير. طب ايه علاقة اليوريميا بالسيرو فايبرنس بلوريزي؟ يوريميا معناها كرونيك رينال فيلر، ان الكيد ما بقتش تشتغل، وادام ما بقتش تشتغل يبقى هيبقى اليورين هيزيد، كمية اليورين هتزيد في الدم، كمية اليورين هتزيد في الابزوربنت سيرفيسز. في حاجة اسمها ابزوربنت سيرفيسز اللي هي الاسطح اللي بتمتص، زي مثلا زي الانتستين، زي السيروس ممبرينز. السيروس ممبرينز دي تعتبر ابزوربنت سيرفيسز، فبالتالي اما بيحصل كرونيك رينال فيلير او اليوريميا ديت، الامونيا هتتراكم واليورين كمان هيتراكم، فبتتحول او اليورين هيتراكم والامونيا هتتراكم، ده بيخلي الابزوربنت سيرفيسز زي السيروس ممبرينز تتحول لاكسكريتوري سيرفيسز، ليه؟ اسطح بتخرج يعني ايه اكسكريتوري، فبالتالي من الاسطح الممتصه اللي بتمتص اللي بتتحول الى اكسكريتوري سيرفيسز هي السيروس ممبرينز زي البلوره، فبيحصل فيها سيرو فايبرنس بلوريز. يبقى اليوريميا بتعمل سيرو فايبرنس بلوريز. تالت حاجه، رابع حاجه اللنج انفاركشن، اي حاجه في اللنج زي ما قلنا تزعل البلوره فتعمل بلوريز او سيرو فايبرنس بلوريز، لان الانفكشن اصلا عباره عن ايه، ان خلايا ماتت وكده، ويحصل ممكن بعد كده يحصل لها تعفن، فبالتالي هتعمل اريتيشن للبلور. تمام. خامس حاجه مالجنانت تيومرز اوف ذا بلور. مالجنانت تيومرز اوف ذا بلورا، اي تيومر في البلوره ممكن يعمل برضو سيرو فايبرنس بلوريزي، وهنشوف كده برضو في التيومرز اوف ذا بلورا زي المالجنانت ميزوسيليوما هنشوفها دلوقتي. يبقى الايتيولوجي انت ممكن تالفه سيرو فايبرنس بلوريزي خمس حاجات هم، او هم مش مقتصر على الخمس حاجات دول بس، يعني ممكن تزود حاجات. يعني في حاجه اسمها سيستميك لوبس اريسيماتوز اللي هو الاس ال اي، ده اوتو اميون كولاجين ديزيز، ده بيروح يضرب كل خليه في الجسم، منها برضو خلايا السيروس ميمبرينز اللي هي الميزوسيليال سيلز، فتعمل فيها سيرو فايبرنس بلوريزي. يعني السيرو فايبرنس بلوريزي مش مقتصر بس على الاسباب دي، قد يكون بكتيريا، فيروس، اريتيشن، يوريميا، او انفاركشن، او حتى تيومرز. ده السيرو فايبرنس بلوريزي الاسباب. الباثولوجي بقى بيقول لك الدراي تايب از كاركترايزد باي اكسسيف فايبرين ديبوزيشن. في نوعين من البلوريزي او السيرو فايبرنس بلوريزي، يا اما دراي تايب، ودراي ديت معناه ان الانفلاميشن في فايبرين بس، دراي يعني في فايبرين بس. طيب وفي ويت تايب معاه الفايبرين ده بيبقى معاه بلورال افيوجن. يبقى الدراي تايب بيبقى معاه اكسسيف فايبر ديبوزيشن بتوين الفيسرال والبرايتال لاير، انما بقى الويت تايب اللي هو النوع اللي هو اللي فيه ميه، يعني فيه بلورال افيوجن مع الفايبرين ده بتوين الفيسرال والبرايتال لاير. وبرضه بقول لك الهيلينج بيحصل بفايبروزز وادهيجن، ما هو ده اكيوت انفلاميشن عادي، بس هو اكيوت نون سابيوراتيف. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل لو حصل له كرونيسيتي، لو بقى كرونيك يتحول الى فايبروزس ويحصل ادهيجن بين الفيسرال لاير والبرايتال لاير بتاعه البلور. طيب ده كان مش مهم قوي اللي هو الانفلاميشن ده، او ممكن ما يكونش عندنا في الكتاب بس عادي، يعني احنا قلناه وممكن تالفه عادي. يعني تاني حاجه بقى اللي هو المهم اللي احنا نتكلم عليه اللي هو الامبايما. امبايما، كلمه امبايما تخلف عن كلمه بايميا. بايميا خلي بالك مش بس في البلور، مش بس في الدم، بايميا يعني مش بس في الدم، لا ده هي سيركيوليشن اوف سيبتيك امبولاي في الدم، وبتعمل بايميك ابسس زي ما خدناها في البلاد. انما امبايما يعني
بس موجود في البلورال الكافيتي ما بين الفيسرال لاير والبرايتال لاير. يعني الديفينيشن سابيوراتيف انفلاميشن اوف ذا بلورا. سابيوراتيف انفلاميشن يعني متكون بيتكون بس داخل البلورال الكافيتي، تمام، وبيعمل سابيوراتيف بلوريزي. وقلنا البلوريزي سيرو فايبرنس بلوريزي اي حاجه تزعل البلورا او اي حاجه تزعل اللنج تزعل البلورا. ومين اللي يزعل البلورا؟ الامبايما اللي هو تراكم بس في البلورال كافيتي فتعمل سيرو فايبرنس بلوريزي او سابيوراتيف بلوريزي. طيب هيعمل هنا سابيوراتيف بلوريزي يعني التراكم بس جوه البلور. طيب الكوزز بقى، قال لك والله الكوزز كتيره بتعمل الامبايما. اول حاجه يا اما يكون بايوجينيك بكتيريا اللي هي ستاف وستريبت ونيموكوكاي واي حاجه من الحاجات دي، ده اي بايوجينيك بكتيريا ممكن تعمل امبايما، تعمل بس جوه اي بايوجينيك بكتيريا. طيب تاني حاجه قد تكون دايركت سبريد من اللنج انفكشن. دايركت سبريد من اللنج انفكشن زي في حاجه اسمها اللنج ابسس او النيمونيا او اي حاجه من الحاجات دي، او البرونكيكتيزس برضو ممكن تعمل امبايما. وكنا قلنا في الكومبليكيشن بتاع اللنج ابسس والسيبتك برونكو نيمونيا واللوبر نيمونيا وكل حاجه من الحاجات دي بتعمل امبايما لما بيعمل دايركت سبريد. او ممكن يحصل دايركت سبريد من الاكسترا بالمونري انفكشن، يعني زي مثلا الاوستيومايلايتس اوف ريبس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد عنده اوستيومايلايتس اللي هو التهاب العظم في الريبس، ممكن دايركت سبريد من الريبس الى البلوره فتعمل امبايما برضو، تمام. او ممكن بنتريتنج تشيست تروما. ايه بنتريتنج تشيست؟ يعني مثلا عملت غزيت واحد بمطوه، المطوه ده بتبقاش متعقمه فممكن تخش في البلوره وعليها بكتيريا تعمل امبايم. اربعه هيماتوجينس سبريد في حالات السبتسيميا. في حالات السبتسيميا مش بيتكون اصلا، مش بتبقى عباره عن سبتك امبولاي، والسيبتك بتبقى عباره ان في سيبتك ماتيريال جوه البلد فممكن تروح للبلوره وبتعمل ايه، بتعمل امبايما. يبقى الامبايما برضو اسبابها كتيره، هي عباره عن انفكشن جاي من اي حته بقى، سواء جانا من الريبس اوستيومايلايتس، سواء جانا من البلد، سواء في حالات السبتسيميا او في حالات اللنج انفكشن، لنج ابسس نيمونيا سيبتك برونكو نيمونيا برونكيكتيزس او اي حاجه من الحاجات دي، او بنتريتنج تشيست انفكشن. يعني الايتيولوجي برضو متعدد. طيب الباثولوجي بقى ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله الباثولوجي اللي بيحصل ان الاكسيدنت اوف الامبايما مي بي ديفيوز او مي بي لوكالايزد. ازاي؟ لو كان البص ده في حتة صغيرة من بتوين البلورة الفيسرال لير والبارتال لير، حتة صغيرة يبقى ده لوكالايزد، لوكالايزد امبايم دي يبقى سمول اماونت اوف بس بتوين الفيسرال لير والبارتال لير، فده بيبقى معاه برضو فايبرين بتوين الفيسرال لير والبارتال لير، تمام. انما بقى قد يكون ديفيوز. ديفيوز يعني ايه؟ بتوين الفيسرال لير والبارتال لير كلها اللي محوطة اللانج كله، فبيبقى ديفيوز. طيب دي بيبقى بقول لك ايه، بس اكيوميليشن ان ذا اول بالورال ساك، فبيعمل ايه بقى؟ كومبريشن على اللنج، ممكن يعمل كومبريشن على اللنج وممكن يعمل كومبريشن كولابس زي ما احنا كنا بنقول. يبقى تاني الباثولوجي اللي بيحصل، البص بيبقى كريمي يلو، بيبقى كريمي يلو. ليه بيبقى كريمي يلو؟ بيبقى زي اي بص بيبقى مسفر، بيبقى كريم عامل زي الكريمه، بيبقى فيه بروتيوليتيك انزيمز، بيبقى جواه بروتيوليتيك انزيمز. طبعا البص ده بيعبر عن ايه؟ ديد نيوتروفيلز، نيوتروفيلز وباس سيلز والكلام ده كنا خدناها برضو في الجينر. يبقى البص اللي موجود بتوين البلورال ساك قد يكون لوكالايزد في حته واحده او يكون ديفيوز، والبص ده جواه ايه؟ هو كريمي يلو وبيبقى فيه بروتيوليتيك انزيمز. طب الكومبليكيشنز بقى، ايه الكومبليكيشنز بتاعت الامبايما؟ اول حاجه ممكن يحصل بلورال فايبروزس وادهيجن، ممكن يحصل فايبروزس وادهيجن بتوين الفيسرال لاير والبريتال لاير. ليه؟ مش ده اكيوت انفلاميشن؟ طيب ممكن يحصل كرونيسيتي، يعني ايه؟ بيبقى كرونيك فيحصل فايبروزس وادهيجن، ده اول حاجه. ممكن التشيست او البروتيوليتيك انزيمز اللي موجوده جوه الباص تروح تعمل تاكل، مش فيها بروتيوليتيك انزيمز، يبقى تاكل الانتركوستال سبيس، تاكل في الانتركوستال سبيس فتفتح بمالتيبل ساينسز
هتفتح بمالتيبل ساينسز يعني فتحات كتيره في الانتركوستال سبيسز، فهتعمل حاجه اسمها امبايما نيسيستانز. ايه الامبايما نيسيستانز دي؟ معناها العربي التقيح الصدري النزاز. يعني ايه النزاز؟ يعني ديستشارج، بتعمل ديستشارج للباص، لان البروتيوتيك انزيمز الموجوده جوه الباص بتاكل الانتركوستال سبيس، فبتعمل مالتيبل ساينس، بتفتح بمالتيبل ساينسز وبتعمل امبايما نيسيستانز. ده اول كومبليكيشن. تاني كومبليكيشن طبعا زي ما احنا قلنا فايبروزز وادهيجن، ومش مش الامبايما دي يعتبر كرونيك، ممكن لو قلب كرونيك انفلاميشن مش ممكن يعمل سكندري اميلودوز؟ اه عادي خالص ممكن يعمل سكندري اميلودوز. يبقى احنا عندنا الامبايما اول حاجه يحصل فايبروزز وادهيجن، تاني حاجه ممكن يحصل امبايما نيسيستانز اللي هو التقيح الصدري النزاز مالتيبل ساينسز في الانتركوستال سبيس، تالت حاجه ممكن يحصل سكندري اميلويدوزز، وممكن يحصل دايركت سبريد. خلي بالك ممكن يحصل دايركت سبريد، اه يحصل سبريد بقى لللنج نفسها، بتعمل لنج ابسس. عشان كده اللنج ابسس كوز وريزلت، ازاي اللنج ابسس ممكن يعمل امبايما والامبايما ممكن تعمل لنج ابسس، فديت حاجه مهمه برضه. وطبعا ممكن تعمل ده دايركت سبريد، ممكن تعمل بلاد سبريد طبعا، توكسيميا وبايميا وسيبتسيميا وكل الكلام ده برضه. يبقى الكومبليكيشنز نكون عارفين. وبيقول لك بقى خلي بالك الامبايما مينز بس ان ذا ساك، بلورال امبايما از سام تايمز ديسكرايبد از امبايما سوراسز. يعني ايه امبايما سوراسز؟ الامبايما اللي احنا عارفينها دي او الامبايما اللي بتبقى في البلورا دي بيسموها امبايما سوراسز، عشان نفرقها من الامبايما بتاعت الجول بلادر امبايما. يعني في حاجه اسمها جول بلادر امبايما، يعني قصده يقول لك هنا ان في انواع تانية من الامبايما. الامبايما سوراسز هي الامبايما بتاعه البلورة، وفي امبايما بتاع حاجات تانية، يعني كنا خدنا في الابر ريسبيراتوري داكت امبايما اوف ذا ماكسيلاري ساينس، وفي حاجه اسمها امبايما اوف جول بلادر، فبرضه نخلي بالنا من الكلام ده. الكومبليكيشنز مهمه، فايبروزس دايركت سبريد بلاد سبريد امبايما سيستانس وسكندري اميلودوس. ده اول حاجه في الامبايم. الهيدروثوركس او الهيموثوركس ننقل بقى، يعني ايه هيموثوركس؟ يعني دم بس في البلورال كافيتي، يبقى اكيوميليشن اوف بلاد ان ذا بلورال كافيتي. طيب الايتيولوجي، هو مش الهيموثوركس ده يعتبر نزيف يعني هيموريدج؟ اه يبقى نقسمه بقى، يا اما لوكال يا اما جنرال. الجنرال فاكتورز هبل ونقص 2 فيتامينز اللي هي الاتش هايبرتنشن وهيموفيليا بيربرا ولوكيميا وليمفوما ونقص 2 فيتامينز اللي هو فيتامين سي وفيتامين كي. ده اول حاجه، ده الجنرال. طب اللوكال فاكتورز، اول حاجه يا اما كونجينيتال مفيش، تروماتيك ممكن تروماتيك انجري، تروماتيك تشيست انجري تعمل هيموثوركس. تاني حاجه انفلاماتوري، وانفلاماتوري هنا لازم تقولها ان هي تي بي، هو التي بي ممكن يعمل هيموثوركس؟ ايوه ممكن يعمل هيموثوركس، لان التي بي بيعمل هيموبتسيس، والدم اللي هو ممكن يكحه ده ممكن الدم دي يفتح على البلورة فيعمل هيموثوركس. يبقى كونجينيتال مفيش، تروماتيك فيه، تروماتيك شيست انج، انفلاماتوري فيه اللي هو التي بي، نيوبلاستيك اللي هو مالجنانسي، اي تيومر في اللنج او في البلورة ممكن تعمل هيموثوركس، اي تيومر ممكن يعمل هيموثوركس. طيب في حاجه طبعا اكستريملي رير او فيري رير، حاجه اسمها رابشرد اورتيك انيوريزم. ايه اورتيك انيوريزم؟ لو حصل طبعا زي ما احنا عارفين كلمه انيوريزم دي يعني ايه؟ تعرق في الارتري، او الارتري ابنورمال دايلاتيشن في الارتري يعني، فبالتالي الارتري لما وسع ممكن يفرقع، وما يفرقع يكون الدم ده يخش في البلوره فيعمل ايه؟ هيموثوركس، وده طبعا حاجه قليله جدا. يبقى يا كونجينيتال مفيش، تروماتيك وانفلاماتوري زي التي بي، ونيوبلاستيك زي المالجنانسي، وفي حاجه طبعا رير اللي هي رابشر اورتيك انيوريزم. طيب ايه الايفكت بتاعت الهيموثوركس؟ الهيموثوركس الايفكت اللي انا عايزك تعرفه اللي هو كومبريشن كولابس اللي احنا درسناه. اول حاجه كومبريشن كولابس طبعا هيعمل ايه؟ شيفت للترقيه والميدياستاينم تو ذا اذر سايد، تمام كنا فسرناها دي. طيب ممكن طبعا يحصل سكندري انفكشن، اه طبعا ليه سكندري انفكشن، وممكن تقلب امبايما. ليه بقى؟ هو مش الدم جوه موجود جوه البلورة؟ اه طب والدم ده مش هايلي نيوتراتيف ميديا، يعني ميديا حلوه لنمو البكتيريا، فالبكتيريا تيجي تعشش فيه وتعمل امبايما. طيب
ايه كمان؟ ممكن تعمل فايبروزز واديشن. ليه؟ لان الدم ده كواجيولابل. يعني ايه كواجيولابل؟ يعني قابل للتجلط، فممكن يحصل فايبروزز، يعني يتكون الفايبرين يتحول الى فايبروزز. كمان ممكن فايبروزز واديشن ديت كانت الافكتس بتاعت الهيموثوركس. يبقى كومبريشن كولابس سكندري انفكشن وتقلب امبايما يعني، وممكن تعمل فايبروز واديشن. ده الهيموثوركس. نقلب على حاجه اسمها هيدروثوركس. الهيدروثوركس معناها اكيوميليشن اوف سيروس فلويد ان ذا بلورال كافيتي. يعني ايه اكيوميليشن اوف سيروس فلويد؟ السيروس فلويد اللي هو هنا بتاع الاديمه، اللي هو الترانسيوديت مش الاكسيوديت. لا ده لو كان اكسيوديت اللي هو زي الامبايم، انما ترانسيوديت يبقى هيدروثوركس. اكيوميليشن اوف نون انفلاماتوري ترانسيوديت، ترانسيوديت ان ذا بلورال كافيتي. طيب الكوزس، انت ممكن تالف الهيدروثوركس ازاي؟ ان اي كوزس بتاعت الاديم، مثلا جنرالايزد اديم اللي هو مثلا كاردياك، جنرالايزد اديم سواء كان الكاردياك او النيوتريشنال او رينال، تمام. وممكن طبعا لو حصل ثرومبوزس في الفينز او حصل كومبريشن للفينز، كل ده ممكن يعمل اديمه. بس اهم حاجه في حاجه اسمها ميج سندروم. ميج سندروم ده في واحد اسمه ميج اكتشف ان الفيميلز اللي عندهم حاجه اسمها اوفيريان فايبروم، يعني تيوم بناين تيومر في الاوفري، عندهم اسايتس وليفت سايدد هيدروثوركس. يعني ديت سندروم الثلاثه بيبقوا مع بعض، اوفيريان فايبروما، ليفت سايدد هيدروثوركس، واسايتس. وطبعا كانوا زمان ما عرفوش يفسروها، بس دلوقتي فسروها، قال لك يعني الاوفيريان فايبروما يريتيت البروتونيوم فيعمل اسايتس، والاسايتس تقلب بيه ليفت سايدد هيدروثوركس لانها بتبقى على الناحيه الشمال. وما تشغلش بالك بالتفسير، انت تعرف بس الافيريان فايبروما واسايتس وليفت سايدد هيدروثوركس. طيب ايه الايفكت بتاع الهيدروثوركس؟ نفس الكلام بتاع الهيموثوركس، بس ان هو كومبريشن كولابس بس. التاني كنا بنقول ان الدم هايلي كواجيولابل فيعمل فايبروزس، وهايلي نيوتراتيف ميديا فيعمل امبايم. مالناش دعوه بالكلام. طيب نقلب بقى على النيموثوركس. النيموثوركس معناه هوا في البلوره، يبقى هو اكيوميليشن اوف اير ان ذا بلوره كافيتي. الايتيولوجي، الايتيولوجي اول حاجه ممكن قد يكون رابشر، واحنا بنحفظها كده رابشر و 2 تي، 2 تي اول تي تروما، ممكن تروما او بنتريتنج تشيست انجري تدخل هواء جوه البلور، تروما ده اول تي. تاني تي تي بي، التي بي ممكن اي كافيتي، اي كافيتي في اللنج يفتح على البلوره يعمل نيموثوركس، سواء كان تي بي او لانج ابسس. لو لانج ابسس مش ده كافيتري؟ يعني ايه كافيتري؟ يعني له كافيتي، تمام. ايه كمان؟ قال لك لو واحد عنده انفيزيم وتكون عنده انفيزيماتس بول اللي احنا كنا بنقول عليه، البول اللي هي البقاليل دي، ممكن تفرقع وتفتح في البلوره فتعمل نيموثوركس. فيبقى كده النيموثوركس 2 رابشر و2 تي، 2 رابشر، الاثنين رابشر، رابشر اوف اللانج ابسس يعمل نيموثوركس، رابشر اوف الانفيزيماتس بولي تعمل نيموثوركس، وكمان قد يكون تي بي او تروماتيك تشيست انجري، تمام. ده الايتيولوجي. الايفكت، الايفكت طبعا كومبريشن كولابس نفس الكلام، وبيقول لك كلام كده، يقول لك ديسبليسمنت اوف ذا هارت والمدياستاينم والدافرام والكلام ده، ما هو نفس الكلام بتاع النيموثوركس اللي هو بتاع كومبريشن كولابس، اللي هو يحصل التراكيه تشفت على الاذر سايد عشان حصل كومبريشن كولابس، لان الهواء فعص اللنج فتاخر التراكيه تو ذا اذر سايد. طيب تعال نشوف بقى، نقلب على حاجه اسمها تيومرز اوف ذا بلورا. التيومرز اوف ذا بلورا، احنا عندنا البلورا بيطلع منها تو تيومرز. اول حاجه، حاجه اسمها مالجنانت ميزوثيليوما. المالجنانت ميزوثيليوما ده هو المالجنانت تيومر اللي بيطلع من البلورة، هو مالجنانت تيومر بيطلع من البلورة، يبقى هو عبارة عن اجريسيف مالجنانت تيومر arising from الميزوسيليال سيلز. هي ايه الميزوسيليال سيلز ديت؟ احنا عندنا في تلات انواع من الخلايا، يا اما ابيسيليال، يا اما ميزنكايمال، يا اما ميزوسيليال او سيروزال. يعني ايه ميزوسيليال او سيروز؟ دي الخلايا اللي بتعمل السيروس ساكس او السيروس ممبرين، زي البلورة او البريكارديوم زي البريتونية. فديت ممكن يطلع منها تيومر اسمه مالجنت ميزوسيليوم، طبعا سواء كانت من الفيسرال لاير او البريتال لاير، تمام. ايه تاني؟ البريديسبوزنج فاكتور لازما اسبستوس، ده اول حاجه. الاسبستوس هو اللي بيعمل مالجنت ميزوسيليوم.
نو ميزوثيليوما وذاوت اسبستوس. تمام، ده اهم ايتيولوجي. طبعا في ايتيولوجي ايتيولوجيز كتيره ممكن تعمل، زي البي 53 ميوتيشنز، كنا خدنا البي 53 جين ده في في الجنرال، وقلنا ممكن يعمل الكانسر والكلام ده. بس اهم حاجه، اهم حاجه اسبستوس. وبرضو ذكر لك، مش في الكتاب ده يعني، ذكر لك في الكتاب بتاعنا ذا بريسنس اوف اس في 40، اس في 40 اللي هو السيميان فيروس 40، برضو مش كومون قوي. اهم حاجه والكومون وهو اللي هيجيبه لك في الامتحان لو جات يعني اسبستوس، لازم نقول اسبستوس، ما يقولوش الحاجات الهبله اللي التانية دي. طيب تمام. طيب الجنرال فيتشرز بقى، قال لك ايرلي there is a localized firm grayish white pleural mass. ده بيوصف لك الجروس بيكتشر بقى بتاعت المالجنانت ميزوثيليوم. بيقول لك عبارة عن localized firm grayish white pleural mass، في ماس بتطلع من البلورة سواء كانت من الفيسرا لير او البرايتا لير، بتبقى جريش وايت كده، بتبقى جيلاتينيوس ماس. يعني ايه جيلاتينيوس؟ عاملة زي الجيلاتين، زي الجيلي. تمام تمام. ممكن يحصل معاه هيموراجيك بلاد افيوجن. تمام، واحنا قلنا دلوقتي كنا احنا بنقول الهيموثوركس من اسباب الهيموثوركس، وقلنا بنقول مالجنانسي زي الميزوثيليوم، فممكن تعمل هيموراجيك بلاد افيوجن. ايه كمان بيقول لك البلاد البوز البلورا سيرفيس ار انفولفد، يعني الاثنين انفولفد. يعني ايه؟ هو في الاول اصلا الماس دي بتطلع يا من البلور يعني من الفيسرال لاير يا من البرايتال لاير، بعد كده بتعمل انشيس، يعني بتعمل شيس بتبطن البلورا الكافيتي كله، يعني بتبطن البلورا الكافيتي كله. تمام. ايه كمان بيقول لك البلورا ابيرز ثيكند، بتبقى تخينه وبتبقى ريجيد و انشيسس اللنج. انشيسس اللنج يعني بتغطي اللنج برضه. يبقى تاني لو انا وصفت الجروس بكتشر، انا مش عايز من الكلام ده كله غير حاجه واحده بس، ان هو جيلاتينيوس ماس او جري شويه جيلاتينيوس ماس ارايزنج فروم الفيسرال لاير او البرايتر لاير، وبعد كده هي بتبقى ماس في الاول، وبعد كده بتعمل انشيسنج في للبلورال كافيتي بتغطيه وبتغطي اللنج معاه. طيب الميكروسكوبيك بيكتشر في رغي كتير انا مش عايزه. اول حاجه انت تعرف بس احنا عندنا في ايبيثيليويد تايب وساركوماتويد تايب وبايفيزيك. يعني ايه؟ قال لك يعني في الورم ده تحت الميكروسكوب له ثلاث اشكال، قد يكون شكل الايبيثيليال ان اوريجين او ايبيثيليويد تايب، يعني ايبيثيليويد بسميه زي الايبيثيليويد، بيبقى عامل زي البابيلاري ادينوكارسينوما. بابيلاري ادينوكارسينوما يعني ايه؟ بابيلاري ادينوكارسينوما يعني مالجنانت اسيناي عادي، ادينوكارسينوما عادي تحت الميكروسكوب، اللي هي مالجنانت اسيناي تحت الميكروسكوب، يبقى زي البابيلاري ادينوكارسينوما. مش عايزك تعرف الا الكلام ده بس. طيب ده الايبيثيليوم. طيب الساركوماتويد تايب بقى اللي هو زي اللي هو ميزينكايمال ان اوريجين بقى او ساركوماتويد تايب، عامل بالظبط زي الفايبروساركوما، زي الفايبروساركوما يعني بتبقى مالجنانت سبيندل سيلز. يبقى لو كان بيبقى له ثلاث اشكال، الشكل الاولاني ايبيثيليويد ان اوريجين زي بابيلاري ادينوكارسينوم، ساركوماتويد تايب او ساركوماتويد فاريانت زي الفايبروساركوما بليومورفيك سبيندل سيلز. السبيندل سيلز بتبقى بليومورفيك، يعني ايه؟ بتبقى الخلايا المالجنانت بتبقى سبيندل سيلز. يا اما يكون بايفيزيك، بايفيزيك يعني واخد الشكلين، الشريحه بتبقى واخده الشكلين كده، يعني ايه؟ مقسومه من النص كده، تبقى ايبيثيليويد تايب وساركوماتويد تايب، طيب الاثنين مع بعض بيسموها باي فيزيك. طيب مشكله التيومر ده السبريد بتاعه بيعمل دايركت تو ذا لانج، وبعد كده ممكن يعمل للميدياستاينم للشيست وول، فالسبريد بتاعه عنيف ممكن يروح لللانج على طول، وممكن يعمل ديستانت ميتاستاسيس طبعا، ما هو لو اتنقل لللانج اللانج هتودي على الرايت على الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، بعد كده على السيستميك سيركيوليشن ويروح لكل الاورجانز. وللاسف التيومر ده ما بيكتشفش الا من السكندريز بتوعه، يعني ايه؟ ما بيكتشفش الا بعد ما بيبعت ديستانت ميتاستاسيس. ده السبريد بتاعه. طيب ده ملخص المالجنانت ميزوثيليوم، ومش عايزك تعرف اكتر من كده فيه. في حاجه بقى اسمها ايه بقى؟ بيناين فايبرس ميزوثيليوم. مفيش حاجه اسمها بيناين ميزوثيليوم، هم كانوا بيسموها خطا زمان بيناين فايبرس ميزوثيليوم، او حاجه اسمها
بالورال فايبروما، معلنا من الاسامي هي تحفظ بس هي ايه، بيناين ميزوسيليوما، معناها ان بيقول لك التيومر ده بيبقى سوليد ماس او سيستيك ليجن. يعني ايه سيستيك ليجن؟ عامل زي الكيس، يا اما سوليد ماس يا اما سيستيك ليجن. تمام، ده جروسلي. طب مايكروسكوبيكالي؟ قال لك والله ده تحت الميكروسكوب بيبقى برضه شيتس اوف كولاجين، كولاجين معاه سبندل سيلز بس بيناين، سبندل سيلز بس بيناين، سبندل هي لوكينج بيناين لوكينج سبندل سيلز، يعني هي مش خلايا سبندل، لا هي شبه السبندل. تمام، يبقى ده الميكروسكوبيك. وبرضه ده مش كومون خالص خالص، يعني اهم حاجه في التيومرز بتاعت البلوره نعرف هي المالجنت ميزوسيليوما. البيناين ميزوسيليوما على كلمتين، جروسلي هلاقيه بيبقى جريش لوكالايزد ماس او سوليد او سيستيك ليجن يعني، يا اما تاني حاجه اللي هو ايه الميكروسكوب بيتشر كولاجين تحت الميكروسكوب، وهلاقيه برضه بيناين لوكينج سبندل سيلز. طيب بيقول لك بلوره الميتاستاسيس بقى، بلوره الميتاستاسيس بقول لك يعني الحاجات اللي بتجي للبلوره، زرار كومن تيومرز، في تيومرز كتيره ممكن تبعت للبلوره، يعني موست كومنلي درايفد فروم البريست، ممكن تيجي من البريست، ممكن تيجي من اللنج كارسينوم، ما اللنج جنبه او البريست، طبعا تروح للبلوره سواء كان دايركت او ليمفاتيك او بلاد. طيب كده انت خلصت البلورال تيومرز. في بقى اخر حاجه خالص في الريسبيراتور وان شاء الله يبقى خلص، حاجه اسمها بلورال افيوجن. بلورال افيوجن ده والله ما هو الا تجميعه لكل اللي احنا قلناه من الامبايما والهيدروسوركس والهيموسوركس والنيموسوركس، في بس بيزود حاجه اسمها ايه كايلوسوركس. كايلو كايل ده يعني ايه ليمف، كايل يعني ليمف، كايلوسوركس يعني ليمف في البلورا كافيتي، وده قد يكون بسبب مالجنسي يا اما فيلارييسيس. فيلارياسيس ده اللي هو ده الفيلاريا، ممكن يعمل كايلوسوركس. فانا مش عايزك تتعب نفسك في حته البلورال افيوجن، انت بس تذاكر اللي هو الايه الامبايم والهيدروسوركس والهيموسوركس والنيموسوركس. تمام، وبكده يبقى احنا خلصنا البلورال ديزيزز كلها، والبلورال افيوجن زي ما قلت لك مش عايزك تعرف الا اللي احنا قلنا عليه. وبكده يبقى احنا خلصنا تمام بحمد الله يعني الريسبيراتوري كله.